شفت شي ممنيح مني كل هالسنين؟ أساسا مين يلي عرفك على أندر؟ لا تنسى إنه أنا يلي أنقذت لك حياتك. طول بالك، الناس عم تطلع شبك. هي آخرتها معك يا ألماس. أنا بس سألتك، ما حكيت شي. إذا ما سألتك مين بدي أسأل يعني؟ ما بيصير تسألني. خلص ماشي، يلا. خلص أنا بعتذر، ما تكبرها. طلع مين طلع يغني. وصلنا ما وصلنا. من وين بتعرف بيتي؟ قلتي لي قبل بمرة. امتى جبت سيرة هالموضوع؟ من شوي. ماشي. يعني شكرا كثير لانك وصلتني. انا اللي لازم اتشكرك لانك اجيتي معي. وهلا رح تقدري تمشي هالمتر ونص هاد؟ الي عم تقلي اذا بقدر امشي؟ لحظه شوي، انت قصدك انه انا سكرانه؟
أنا ما قلت إنك سكران. بلا قلت. لا أنا ما كان قصدي. بلا كنت عم تقول هيك، قلت لي بتقدري تمشي. بس أنت سكراني شوي. ليك ليك أنا ما شربت بكل السهرة غير كاسة واحدة. ماشي؟ أنا ماني سكرانة. أنا ما قلت لك ما تشربي. إذا مو متعودة رح تسكر. طيب أنت ليش ما تأثرت؟ أنت متعود يعني؟ لا هاي أول مرة من 11 سنة. طيب لكان بشوفك بالمحكمة بكرة. طيب بشوفك، انتبهي على حالك. ما شفت رصيف أبدا. عادي. هي عادي. باي. خلص أنا بسك. يلا تفشي. سالفي. لك انت ليش هيك ساويت؟ وقفت لي قلبي. شو هالمزحة هاي؟ شوفي زراحك. شو هي اللي بدها تروح؟ حازوتي. مشي الحال. بس مو حلوة هالمزحة. لا بس لكك استفدتي منها. شكرا دكتورنا. عفوا محاميتنا. رح تضلك واقفة هون؟ شو؟ أنا معي مفتاح الباب بس نسيت وين حطيته. أعطيني أنا بدور عليه لأنه مبين عليك نمتي من هلأ. أعطيني. ليك لا تضايقني أكتر. ماشي؟ ما تعاملني مثل السكراني. طيب ماشي أنت مالك سكران. خالي ذاكرة؟ طبعا لكان مين بده يكون بنتي؟ شبكي مرعوبة مثل كأنك شايفة شي شبح قدامي. مو هيك أبدا، بس مو لازم تكوني نايمة. ايه بس ما قدرت نام، خفت عليكي. الواحد بس بده يتأخر مو لازم يتصل. مو هيك؟ مرحبا. أهلا وسهلا. حاسة حالي شايفتك بشي مكان. استنى شوي رح اتذكر. خالي ذاكرة داهان. داهان خالي ذاكرة. آه طبعا داهان. يعني طلعت يا ابني بالحقيقة أحلى بكتير من لما شفتك على التلفزيون. الحمد لله على السلامة ابني ومبروك. تسلمي. وعلى فكرة صرت حس إني بعرفك قد ما سالفي بتحكي لي عنك. يعني بحكي له عن القضية. يعني أكيد ما رح كون عم أحكي له عنك أنت شخصيا، بس حكيت له كتير عن القضية. ايه عن القضية. تفضل شربك شي كاسة شاي. لا يسلموا أنا صار لازم. بس ما بصير هيك، توصل على الباب وما تفوت مرة تعرف. طيب ماشي، بس على الأكيد بدك تجي شي يوم تشرب فنجان قهوة. تمام تمام. يلا تصبحوا. تلاقي الخير ابني. تلاقي الخير. يلا باي. تعال يلا فوتي. لا تطلعي هلا بشوفك بعده ما راح. يلا فوتي خلصيني. يلا يا بنتي فوتي لجوا خلصيني. يلا تركيني. يلا انت قلت بملف التحقيق القديم انه هنا نعملوا لك فخ. لساتك لهلا مصر على اقوالك؟ ايه. طيب سؤال، في شي شخص معين شاكك انه هو اللي عمل لك هذا الفخ؟ لا. بوقتها كان عندك اعداء؟ او مثلا في حدا بيكرهك لهي الدرجة؟ بحياتي كلها بس في شخص واحد كان يكرهني، طبعا هو سيد سيزائي. يعني انت بتقصد المغدور؟ ايه بعتقد ما كان عنده سبب ليكرهني.
أساساً بحياته ما حدا عاداني لا بالسجن ولا برات السجن. بس إذا في حدا عمل فيك هاي العملة يمكن يكون عندي عدو، بس أنا ما بعرفه. بس الأعداء عادةً بيكونوا من الناس اللي منعرفهم منيح. سيد داهم معك حق بكل شيء قلتي، أنا ما بعرف مين هو عدوي، والأصح أنا ما بعرف ليش عاداني بالأصل، ويمكن هو ما بيعرفني، ويمكن ما بهمه أبداً، بس يمكن كنت أنسب واحد مشان يتهمني، هيك بتوقع. مرحبا. كيفك؟ مالي منيح. ليش استدعوك على المحكمة؟ حبيبتي يعني استدعوه لنفس السبب اللي استدعونا مشانه. بعدين هو المتهم القديم. لأنه داهان تبرئ من التهمة. طبعا بلش التحقيق من أول وجديد، رح يرجعوا ياخدوا أقوال الكل مرة تانية. عفوا، أنا سالفي محاميته لداهان. شرفت معك. وأنا كمان أندر يوران، أنا زوج بيريل. بالمناسبة مبروك حضرة المحامية، حققتي نجاح كتير كبير بهالقضية. حبيبتي المدعية عم تنتظرنا جوا. أنا عندي شوية شغل بالمحكمة، إذا بدك روح أنت لا تستناني. شو بدي أقول لك؟ أنت رايح على الشغل فوراً مو هيك؟ يعني قصدي أقول لك ما رح تلحق يلمز مرة تانية؟ معلش أقول لك شغلة، أنا أمي ما بتسألني هالسؤال. كان في شي شخص معين عنده عداوة مع أبوكي غير خطيبك القديم السيد دهان؟ ما بعرف. أنت مصدقة أنه السيد دهان ما له أي علاقة؟ طبعا، يعني أنا هلأ بصدقه. طيب وبرأيك مين وراء هيك عملة؟ ما عندي فكرة بنو، لأنه احتمال يكون شخص ما بنعرفه، يمكن حدا من الناس اللي عم ينافس بابا بالشغل تبعه، وممكن أخو الشاهدة، ما بعرف. وأخوه مين بيكون؟ يمكن اسمه يلمز. يلمز سانار. مين؟ يلمز سانار. أنا ما سمعت بهالاسم، مين هو؟ حسب التقرير الإفادة اللي قدمتها المرة الماضية قلت إنك بتكون رفيق بيريل المقرب، وإنك دعمت علاقة بيريل ودهان كتير بوقتها، وإنك ما بتظن إنه دهان بيرتكب جريمة مثل هاي. مزبوط سيد أندر؟ مزبوط، أنا هيك قلت. وكنت رفيق بيريل بهديك الفترة، وهلأ أنت زوجة. إيه؟ يعني الرفقات القديمين ممكن بعدين يحبوا بعض، وزواجنا أمر كتير طبيعي، بس ما عم أفهم ليش مستغربة. عفواً، أمتى قلت إنه أنا مستغربة؟ ما قلت. ما عم أفهم ليش تضايقت كل هالقد. شو هالعلقة؟ Thank you.
انتبه بعد نص ساعة بدي اشوفك ضروري. ايه في مشكلة جديدة. شو إلك علاقة بسائق هدول الجماعة؟ شو؟ عم أحكي عن فخري رفيقك السائق عن بيري. أخي أنت بتعرف شو عم تخبي عني؟ أختك أنت رح تخليني ساوي حادث هلأ. نحكي بعدين. كمان عم تسأل يا الماس؟ دهان عم يراقبك. كيف يعني عم يراقبك؟ شبك انت غبي يعني؟ بدك اياهم يمسكونا؟ هذا كيف كان عم يلاحقك؟ ضيعوا وخلينا نلتقي بمكان تاني. صبيحة خلص بكفي بقى تركي. أساساً البيت نظيف.
لك كم مرة مسحتي؟ أه؟ عديتي؟ يعني بدايقك إذا عم نضيف؟ بعيد، لسه ما نشفت الأرض. صبيحة، طيب تمام، مثل ما بدك، خليك واقف مكانك. أنا رايحة امسح المطبخ، ماشي؟ لساته عم يلاحقني. شو بده مني لحقني لهون؟ طلعت من السجن، شو لسه بدك؟ انا فاجئك، يلا لحقني لشوف حالي. ليكي حبيبتي، صدقيني كل هالشي رح يخلص يا عمري. خدي كلي، هذا كتير مفيد، خليه يفوت على جسمك شوية فيتامين. معك رح تتحولي لشبح من ورا هالقضايا تبعي. شو هالحكي هاد؟ معناتها كل هالشي من الحب، مو هيك بنتي؟ إذا ما في حب بحياتنا ليش نعيشها؟ مو هيك؟ مين هالمرأة؟ ممثلة شي؟ حبيب الدهان القديمة. آه. كان بده يتزوجها كمان، بعدين دهان فات على السجن وانفصلوا. طيب مين هذا الزلمة الحلو يلي جنبها؟ هذا زوجها. جذاب كتير، ما هيك؟ وهي حلوة كمان. بس كتير نحيفة، أنا بصراحة ما عجبتني. أصلاً أنت أحلى منها. قبل شوي كنت بشبه الشباح. لا هذا بس حكي. طيب ليش حاطة هالصور قدامك وعم تتفرجي عليهم؟ هيك ما في شي. ليكي بنتي، أنت أحلى منها. إيه طبعاً. هي ما بتهمني، الشوفير تبعها هو المهم. لو شافني الزلمة كيف كنا بدنا نحل الموضوع؟ قل لي يا الماص. ما عم بفهم كيف ما انتبهت لهالشغلة. معقولة ما انتبهت انه في حدا لاحقك؟ شو انت ولد صغير يا الماص، ما عندك خبرة؟ كيف كنت بدي اعرف انه عميل حالي؟ شو هالحكي هاد؟ شغلة بسيطة، روح انشر هالشي بالجريدة. ما كنت متوقعك هيك. لو ما انا انتبهت كنا رحنا فيها. ليك
من هلا ما عاد بدي اياك تغلط هيك غلط بنوب. لا تخاف، ما عاد يلحقني مره ثانيه ابدا. انتبه، الناس اللي حواليك عم يقلوا، والمدعيه صارت تعرف اسمك. وكيف عرفت؟ اذا عرف دهان كل شيء رح ينكشف. اليوم كان عند المدعيه وقدم افادته وخبره بكل شيء. يا الله فخري الزفت، شو عملت معه؟ قال انه مو هو. اكيد ما رح يعترف. فخري ما بيعمل هيك، ما رح يخوننا، بيعرف منيح انه هو متورط معنا. طيب مين اللي خاننا؟ ما بعرف، بس اذا عرفته اكيد رح اقتله بايدي. بس لازم تخبر كل الشباب. شبك يا زلمة، شو صاير معك؟ ليش هيك بدك تنفجر؟ شو صاير؟ عارف اني عم لحقه وقبص على الدواليب وبعدها هرب فورا، وانا انتظرت الرافعة وغيرت الدواليب. طيب ماشي، مو مشكلة، روق شوي. يلا تعال اقعد وارتاح وقل لي شو صاير معك بالضبط. يلا. بيريل؟ عفوا. انت شو عم تعملي كل هذا الوقت هون؟ عشو عم تدوري؟ ما بعرف عن شيء بيساعد دهان شوي. ما قال لك ما عاد بدي اشوف وشك مرة تانية؟ اكيد ما بده. طب شو جابه لعندك لكان؟ رح اقول لك بس ما لازم يعرف اندر، ما بدي اتخانق معه. برأيك رح خبره؟ بالأخير الموضوع ما بيخصني أبدا. معناته الموضوع ما مشي حاله. إيه. عندك فكرة تانية؟ ليك بدي أقول لك شغلة، يا أما بتترك الموضوع وما عاد بتفكر فيه أبدا، أو بتختار تضلك وراه. وبوقتها ما لازم تضل هيك. انت عالآن مع ناس خطيرين، بس عرفوا انك عم تلحقهم، ما عاد يتركوك ابدا بحالك. لازم تحمي حالك منيح. بس انا بحياتي كلها ما استخدمت سلاح. والله ما بعرف شو بدي لك، واحد مثلك بحياته ما حمل سلاح، سجنوه 11 سنة زلمة بتهمة قتل. العمى بعيونهم شو انهم مسخين. إن شاء الله ما بتحتاج إنك تستخدمه، بس هالشي رح يصير. هلأ هنن اليوم قوسوا على الدواليب، شو رح تعمل إذا قوسوا عليك أو على عائلتك؟ ليك دكتور، أنت ما بتعرف هدول الناس، إذا بدك تكمل هاي اللعبة معهم لازم تعرف تحكي اللغة تبعهم، ما في حل تاني. المسلح بيخلي هاي العالم تحكي. معلش تأمن لي مسدس. مسدس؟ ايه منأمن مسدس، بس بالأول قبل ما تحط هذا المسدس على خصرك لازم انت تعرف كيف تستخدمه عند الضرورة. أهلين معلم. أي معلم يا مز، اليوم وصل هذا الظرف. أنا يلي بعت ورا لدهان، إذا كنت ما بدك ياني إلا بكل شيء تعال الساعة 4 على المكان المكتوب تحت لنتفق. حارة أسكوموكوي، معمل الحديد لدي. حسن. أي معلم. مين أعطاك الوراء؟
والله بس فتحت الباب كانت واقعة على الأرض وفي حدا مفوته من تحت الباب. طيب روح على شغلك. طلع بتمسك المسدس مثل ما بتمسك المرأة، ما بتمسكه ابن عمي مشان ما يفلت من إيدك ولا بتشد عليه مشان ما يأذيك، تمام؟ ليش مستغرب؟ أنا كنت أشتغل بالشرطة وكبرنا ونحن عم نستخدم هاي الأسلحة. السلاح لازم تعتبره أنه جزء من إيدك تماما، وإلا أكيد رح يأذيك. يلا إجا دورك، خد. إيه يلا مد إيدك، حط إيدك اليسار هون، خليها تحت الإيد اليمين وميل كوعك هذا شوي. طلع منيح. العين السدادة الشعيرة خليهم على نفس الخط مع الهدف. يلا يا بطل نشوف أول صور. جيني لحظة، روق. أنا قلت لك كون ناعم بس مو لهالدرجة هاي، خليك بين الناعم والقوي، وبس بدك تكبس على الزناد بتكبس شوي شوي. ماشي يلا. لا لا دكتور، ما لازم تتردد ابدا، ما لازم تتردد. اذا رجفت ايدك بتروح فيها، لا تتردد بنوب. يلا اوس على مهلك، روق. يلا اوس. خليك عم تفكر انه يلي قدامك هنن يلي سجنوك 11 سنة. اوس فكر بيلي دمروا لك حياتك. اوس 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 اوس. والله برافو عليك، وهلا صرت جاهز يا بطل. أخي كأنه صرت تيجي كتير، شو بدنا نقول إذا شافوكي؟ أخي أنت من أمتى عندك مسدس؟ على أساس منتبه على دهان الزلمة عم يلحقني، أنت ما كنت بتعرفي؟ إيه بعرف. إيه ما فيكي تحكي وتقليلي عم يلحقك؟ ما بتحكيني مشان هيك موضوع؟ شو بده يصير إذا لحقك؟ قول، ما في شي بيخليك تخاف. إلا إذا في شي. في شي ولا لا، مو هذا الموضوع، كان لازم تخبريني. أخي أنا بعرف لو خبرتك كنت رح تشتكي عليه للشرطة. وإنت مع مين واقفة بالله؟ مو مع حدا. أنا معكن أنتو اتنين وعم حاول أحميكن اتنيناتكن. بكفي تحمي حالك، وما عاد تجي لهون، وما عاد تحكي غير للضرورة. واضح انه دهان ما رح يترك هذا الموضوع، لانه اذا شافك عندي رح يروح كل شيء عملناه هيك. اخي استنى، شو مشان فخري؟ شو عم يعمل عند بيري؟ اخي قلي فخري شو عم يعمل عندهم؟ يعني هو هيك؟ انا مستعجل هلا. اخي أخي ليش أخذ معك المسدس؟ أخي 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 شو عم تعمل؟ أخي لك أنت شو عم تعمل؟ أخي أخي السيارة اللي قدامنا، يلا لا تضيع الوقت.
لوين رايحة؟ ما بعرف بس عم قلك خلينا نلحقها. شو عم نصور فين؟ نزلي بعد 10 دقايق رح خلص شغل، إذا مو رايحة على بشكتاش نزلي. قول من الأول هيك. يا سلام على هالصبايا. ليك اسمعني منيح، وصلت الورقة لعندي وأنا رايح لعنده هلأ أشوفه وأمسكه. Thank you.
أهلي. على شو عم بتدور؟ أنا عم دور عليك إلك طبعا. هالمرة ما رح أتركك لحتى تحكي لي كل شيء. أحكي، مين اللي قال لأختك مش عم تشهد ضدي؟ أنت مريض شي؟ مجنون؟ قلي، نحن مو حكينا بالموضوع؟ قلت لك مالنا علاقة لا أنا ولا أختي. لكن ليش اجيت؟ ليش ما كبيت الورقة؟ اجيت مشان أعرف مين عظيم الشرف اللي عم يعمل معي هيك. لو كنت محلي ما اجيت. شو عم تخبي؟ ما عم خبي شي. الزلم اللي ما عنده شي خاف منه ما بيعمل اللي عملته أنت. ما عندك حل تاني غير انك تحكي. يلا احكي لشوف. آخر مرة بسألك، ليش؟ ليش؟ قبل 11 سنة أختك قالت إنها شافتني، قالت إنه أنا اللي عملتها. ليش؟ قلي ليش؟ مشان المصاري؟ يلا أحكي، مين اللي طلب منك هيك؟ ولا حدا. معناتها ما ضل غير خيار واحد، أختك كانت عم تحاول تحمي. أنت اللي قتلته؟ لا لا، أنا ما قتلت حدا منهم وما أخذت مصاري من أي حدا. صدقني لا أنا ولا أختي إلا علاقة بهذا الموضوع. عن جد؟ هلا إذا ما خبرتني بالحقيقة رح أقوس فورا براسك. يلا يلا لشوف. قوس يلا. شو ناطر؟